اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، وفي الحلقه الجديده هنعمل حلويات. انتوا طبعا عارفين انا اجنبيه، بس انا برضو بحب رمضان ودايما بعزم ناس كتيره جدا، وفي عندي كل يوم لازم تكون على فطار الاكل العربي، بس برضو في نفس الوقت لازم تكون الترابيزه عندي حاجات ممكن ما تكونش شرقي قوي. فبرضو في الوصفات الحلويات انا دايما بحاول اجيب الوصفات مثلا حاجات من بره، بس برضو ادخل الروح العربي، خصوصا في رمضان. رمضان بالنسبه لنا روايح حلوه، اكل حلو، كمان مكسرات، صح؟ فالنهارده اول وصفه هنعملها مع بعض، هنعمل نوع من الحلو زي البسكوت كده بس بالمكسرات. عشان نبتدي الوصفه احنا لازم نعمل القاعده الاول. لكعدة احنا هنحتاج هنا عندي كوب وربع من الدي، عندي 170 جرام من زبدة درجة حرارة الغرفة، وعندي هنا ربع كوب من السكر. كل ده هنحطه في العجان وهندي تقليبة. زي ما احنا قلنا دي كوب وربع، وبعد كده ربع كوب سكر، وعندنا 170 جرام من الزبدة، تمام. كله هنشيل بس الحاجات اللي مش هنحتاج فيها، وهندي تقليبة لمكونات. عايزه اوريكم الكوام اللي احنا المفروض نشوفه. ده الكوام العجينه اللي هتطلع بعد ما احنا حلتنا المكونات بتاعنا، تمام. فالحليب ده احنا لازم ناخد الصينيه ونفرشها بالورقه الزبده، وبعد كده نفرد الحليب ده فيها. فدايما الحليب ده يعني هو لين خالص، فصعب قوي احنا نفرده بسهوله. فعشان يعني ما نستخدمش وقت كتيره جدا، انا عملت الصينيه بتاعتنا. وبرده اوريكم حاجه برده تكون معلومه احنا نعرفها، حتى انا صينيه عاديه حطيت فيها صينيه السيليكون المربعه عندي، حطيت زي ما انا قلت الورقه الزبده، وبعد كده فرشت العجينه. العجينه لينه خالص، فمش هينفع انا بايدي او بحته بالنشابه مثلا افرد العجينه. فانا بعمل ايه؟ باخد ورقه الزبده بحطها على وش العجينه، وبعد كده ممكن ناخد كوبايه ونفرد العجينه بتاعتنا في الصينيه بالمساعده للكوبايه. دي معلومه حلوه جدا، و كده ورقة الزبدة يعني هي ما بتلزقش جامد، فاحنا ممكن نشيل ورقة الزبدة نحطها تاني، وواحدة واحدة لازم نسوي الصينية بتاعتنا، لازم تكون العجينة في نفس المستوى، تمام. بعد كده هناخد البسكوت بتاعنا، عشان ده هيبقى طبقة البسكوت، هنحطه في الفرن تسخن 180، وهنسيبه في الفرن لمدة مثلا 15-20 دقيقة. أول ما نشوف البسكوت بتاعنا بدأ يغير لونه بقيت ذهبي هنطلعه على طول. تمام. على البسكوت بتاعنا احنا هنحط كمان كيجو. أنا بحب جدا مكسرات، عادي المكسرات اللي الكيجو بتاعتنا، وفي السوق في فترة رمضان أو قبليها بشوية، أنا دايما بشتري كل مكسراتي قبل رمضان عشان تبقى عندي كل حاجه جاهزه، بعد كده مش هفكر اجيب انا ايه بالظبط. ففي السوق موجود كذا حاجه، يعني في مثلا كيجو متحمص، في كيجو متحمص بالملح، فاللي عندي هنا ده متحمص بالملح. فهتقولوا لي ازاي يا فالنتينا احنا بنعمل حاجه حلوه وانت عايزه تحطي حاجه حادقه؟ صدقوني احنا هنعمل دلوقتي كراميل، هنحط على كيجو، والكراميل مع كيجو هيخش معانا في الفرن على البسكوت، هيبقى طعمه مش معقول. هنبتدي نعمل كراميل.
عشان نبتدي نعمل كراميل عندي هنا 3/4 كوب من السكر. هنحط السكر على طول من غير مية في الطاسة او صينية. تمام كله. وهنحطه على النار زي ما هو بالظبط. تمام. فالنار واطية ولازم نستنى لغاية السكر بتاعتنا هيبتدي يسيح. ففي العمل الكراميل دي حاجة مهمة جدا. في كذا طريقة ممكن نعمل بيها كراميل. في مثلا انا بعمل القطعات الكراميل وانا بكسرها كده كده وبحطها مثلا كزينة. لو انتوا بتتابعوا برنامج بتاعي احنا عملنا الكراميل مع بعض كذا مرة. تمام. في الحالات قبل كده انا كنت بحط مية وكمان اوقات تأثير ليمون بس يعني ممكن من غيره. في الحالة دي احنا مش هنحط ولا اي حاجة. هنستنى لغاية السكر بتاعتنا هيبتدي يسيح من تحت. وفترة دي مهمة جدا. احنا مش هينفع نسيب الكراميل بتاعنا. اول ما الكراميل السكر يبتدي يسيح احنا هنبتدي نقلبه بالراحة. تمام. لغاية ما هو هيكون ساح معنا. وبعد كده لازم احنا نبطل نقلبه. لازم السكر يقلب لونه يبقى لون الكراميل. وبعد كده هنحط عليه المكونات التانية. ايوه السكر بدا يسيح. تمام. فاول ما السكر يبتدي يسيح احنا كل شويه هنديله تعليبه عشان السكر اللي لسه ما ساحش. ايوه هنقلبه عشان كله يتقلب ويبقى يسيح في نفس الوقت. اهي كده. دلوقتي السكر بتاعنا هيبتدي يغير لونه بسرعة جدا. ولازم اول ما هنكون احنا مبسوطين من اللون نشيله من النار على طول عشان السكر بتاعنا هيبتدي يتحرق. فطبعا احنا مش عايزينه يحرق. احنا عايزين نعمل منه كراميل. تمام. كمان شوية. خلاص كده لازم نشيل السكر بتاعنا من النار. وعلى طول هناخد معانا نص كوب من الويبنج كريم. واحنا هننزل الويبنج كريم بس خدوا بالكم من الترتشة. ايوه الكراميل سخن جدا. فلما بننزل الويبنج كريم هيفور جامد جدا. ايوه اهم حاجه ما نعديش اللحظه. الكراميل مش عايزين الكراميل يتحرق مننا. فاول ما شفنا اللون اللي احنا محتاجين فيه على طول هنشيله من النار وهنحط الويبنج كريم. ما نستناش عشان خاطر لو هنستنى كمان شويه لو حتى الكراميل مش على النار هتفضل الكراميل درجه الحراره بتاعتها هتعلى هتحرق معانا. ماشي. فاحنا حطينا الويبنج كريم في السكر بتاعنا. تمام. بقيت هو دخل في الويبنج كريم كويس. فعندنا الحليب متجانس جميل. بعد كده هنحط على الحليب بتاعنا شوية سكر فانيليا عشان ندي طعم زيادة حلو. تمام. هناخد معانا شوية ملح. ايوه ملح رغم ان في عندنا في الكاجيو في الملح منه فيه. وبرده هناخد معانا 45 جرام من الزبدة زيادة عشان كمان نزود الطعم الكراميل هيبقى هنحسنه. تمام. فعايزين الزبده تسيح في الكراميل في نفس اللحظه. احنا ممكن نفتح النار تحتيها عشان يساعدنا شويه. تمام. ناخد الكاجيو. عندي هنا كوب ونص من الكاجيو مملح. كله هينزل في الوصفه. وبعد كده عايزين نقلب الكاجيو في الكراميل كده.
عشان الكراميل يغطي كيجو كويس. تمام. بعد كده هتكون البسكوت بتاعنا جاهز، هنشوفه دلوقتي. اهي ده البسكوت، زي ما انتم شايفين لونه جميل وحلو. تمام. فدلوقتي احنا هناخد، مش عايزه تثبت، اثبتي الورق. تمام. هننزل الكيجو على البسكوت بتاعنا كله، هنساعده شويه. فهندخل الوصفه التاني في الفرن. تمام. عشان انا ما كنتش عايزاكم تستنوا، عملت واحده وعايزه اوريكم حاجه دلوقتي. انا سبت الورقه الزبده بتاعتي في جنب كده منها، عشان بعد كده هعرف اطلع الوصفه بتاعتي بسهوله من الفورمه بتاعتنا. تمام. فاحنا هنجيب دلوقتي طبق التعديل وهنقطع البسكوت. عايزه اوريكم قد ايه سهل احنا نقطع الوصفه بتاعتنا. تمام. فبعد الكراميل لما يتعمل في الفرن بقيت طوفي بالظبط، فسهل جدا احنا نقطع القطع. برضو انتوا تحكموا في الحجم القطع ذات نفسها، عشان خاطر انا على نفسي بعد الفطار مع كوباية الشاي ممكن اكل واحدة كاملة، لكن هي دسمة وتقيلة. براحتكم ممكن تعملوا الحجم ازهر شوية. فزي ما انتوا شايفين وصفة سهلة جدا، اهم حاجة بس نركز في الكراميل وهو بيتعمل، البقية الحاجة سهلة خالص وطعمها حلو جدا. خليكم معانا، احنا هنرجع على طول، هنطلع فاصل سريع وبعد كده هنعمل وصفة كمان حلوة جداً.